الفك يترسم، الفك بس الفك لا كله كله على بعضك، والشعر ما يترسمش والحواجب ما يترسمش والحاجات كل حاجه تترسم. طيب ماشي نرسم. معلش بتال عليه. قول بس كده العود. انت هترسم الفك بس عايز صوره ايه؟ ها؟ زي مال الكتاب. ما تزعلنيش منه. انا تعبان اهو، انا مستنيك تاني. على الطراز دكتور. تعال شويه كده. لا جسمك كله كده. كده يا ولد يا ولد. عبروزه هيخلوا يا مساء الحال. اتمنى اتمنى اكبر عليه واعملها بالحجم الطبيعي. عم العواطف. يا عيني عليك يا عيني عليك. ما تكلمش خال بعدين. ماشي لازم اتكلم. امسك نفسك خمسه. حاضر. خلصت ولا كده؟ خلصت. الله اكبر على الظالم الجاهل اللي عامل عالم. الله عليك الله عليك الله عليك. اوعى ايدك. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد لا 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 ايه ده؟ وريني بس. هقول لك يا خال. هقول لك بس وريني. تعالى بس. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت ايه يا خال؟ وريني بس. طب عيب. طيب طب وريني الصوره. طب عيب يا كابتن. وريني يعني تاخد ورين. شغل يا خال. شقايا تعبي يعني. ده شغلك تعبي يعني. ده شغلك. ما هو داخل ايدك ده شغل. داخل ايد انا. استغفر الله العظيم يا رب. عيب يا خال. عيب يا خال. يا صعيب يا خال. يا صعيب يا خال. يعني انا مش عايز اقول لك ديفيد بيكهام يا خال. يعني انا رسمته غلط. قلت ديفيد بيكهام يا خال. لا انا رشدي اباظه مش ديفيد بيكهام يا عم. رشدي مين؟ اوعى خال ايدك. ايه عمر الشريف. وريني يا عم. يا خال اوعى. يا عم وريني. ايه ثواني بس. هبروزها. هبروزها طبعا. ده انا هجيب العيال جنبها. قول لهم ابوك اهو. شوف كنت رايح فين. انت ديفيد فين؟ يلا يا نجم. عيب يا خال. يلا يا نجم. يلا يا نجم شوف كنت رايح فين. لا بس وقف وشوف كنت رايح فين. مش عايز امد ايدي عليكم كده. طب يلا. اكل ايه يا عم؟ انت بتثبتني. يلا يا عم. طب يا عم انت يا عم. يا عم يلا. يا عم انت قليلك يا عم. يلا احلى مساء. طب يا عم يلا. وانا جيكا جيكا البلدية. يلا البلدية. يلا معلش استأذنك يا باشا. بس معلش استأذنك. معلش معلش معلش. قوموا النبي. قوموا النبي. قوموا النبي. بسرعة بسرعة كله بقى. تعالى نجيب التاني. بسرعة بسرعة بسرعة. هما بس اول اتنين دول اللي دايما درسونا فيهم. انا مش عارف هما بيقفلوا على الباب. اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا. اديني الكرسي يا باشا. احنا ازاي وانا يا باشا البلديه بترازيني كل مره اخده منك. انت عارف الكرسي ده بكام؟ بقول لك البلديه ما انت مش فاهم المرازيه اللي بيرازوها لنا وبياخدوا الكراسي دي مننا. باشا احلى لك. فين الكرسي يا باشا؟ هو انت لازم تقعد يعني؟ ايه التانيه كده يا عم؟ ما تحلق وانت واقف. معلش يا باشا الكرسي يا باشا. يا باشا بقول لك البلديه هتدفع لي انت حق الكرسي يعني لما البلديه تاخد مني الكرسي؟ طب يا باشا انا مش احلق وانا واقف. ليه يا باشا في ايه؟ مال الاستشوار وانت واقف غير وانت قاعد يعني؟ معلش اتفقني معايا انا. انت يا باشا بتضايق عليا. هم مضايقين عليا وانت تضايق عليا. معلش بتفرق معايا انا. ايه اللي بيفرق معاك؟ بيفرق معايا الكرسي جنبي. طب اجيب كرسي انا ابقى اطول منك يعني اشد؟ لا مش اطول منك مش هتعرف. يا باشا طب احلى لك وانت واقف. ايه المشكله؟ لا يا باشا مش احلى خلاص يا عم. خد بس. لا لا خد. معلش خد. معلش يا حاج بس كنت عايزك تبص على العربيه بس عشان البطاريه بتاعتها نايمه. هي دي. انا كنت عايز واصله بس. دي؟ دي. معاك كابل؟ مش معايا كابل. عايز واصله. طب اديك واصله ازاي؟ طيب عادي وصله شاحن. بص تعالى كده بص عليها. ماشي يا حبيبي انا معاك. يعني بص يا فيها وصله شاحن. هو هجيب لها الشاحن منين؟ ما انا قلت انت معاك شاحن تايب سي بتاع حاجه زي كده رفيعه. يا عم انت دي تشيلها تحطها جوه واخد بالك وتزورها في اي حته تروح مع اي حد لو غلط. مالها دي يا حاج؟ دي بورش يا حاج. ماشي يا عم. طيب ماشي. فين بطاريتها؟ طيب ما هي بطاريتها تحت. ما البطاريه نامت. الفكره ان البطاريه نامت. طيب عايزه توصيله. ما عايزه توصيله. اديك قلت. طيب عايزه شاحن. طب ما هيش شاحن. انا بحسب الكبيره دي كنت هشوف. مش هتفرق. ما هي دي هي دي. لا اله الا الله. تمام. طب وده طالع في المهله ولا لا؟ طالع مش طالع في المهله. كل سنه طيب. موافق نتزع. يلا توكل على الله. زيع يا باشا زيع. يا عم خد. لا لا انا مش احسن. طب خد تعالى من خد بهزر معاك. خد لا لا خد تعالى تعالى تعالى. دي كاميرا يا عم. كاميرا خفيه. تعالى يا عم بنهزر معاك. خد انت. هو في بلديه بتخش محل حلاقه؟ ادي كاميرا. بنهزر معاك يعني. احنا مش هزار. انت بتصدق يعني؟ طب استنى يا حاج. استنى يا حاج. يا حاج يا حاج يا حاج. طب استنى اقول لك حاجه. اديني فرصتي اتكلم. طيب هو والله
بص في كاميرا اهي تمام وكاميرا اهي لو حابب نذيع قول ذيع.